هنتكلم في اتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية اللي مصر مصدقة عليها فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية. هنتكلم بقى عن الجامعات والعمل الطلابي، هنتكلم عن النقابات والعمل النقابي وهكذا، ويعني كل المجالات اللي بيكون من حق فيها المواطن ان هو يباشر ممارسة العمل السياسي ويباشر حقوق السياسية. وهنشوف كمان لو في توصيات تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعاملين في العمل السياسي وترسيخ ثقافة الحقوق السياسية. النهارده شرفت بانضمامي لتنسيق شباب الاحزاب، وطبعا كنت برضو من الوفد اللي بيمثل جامعه القاهره. طبعا كانت زياره حاجه تجربه جديده بالنسبه لي، اتعلمت فيها خبره جديده عن الاحزاب، قد ايه الناس دي برضو ليها مجهود معانا في الدوله، وقد ايه ان هم المفروض ليهم دور المفروض بيظهر. طبعا اتعلمت منهم كتير، وانا فعلا سعيد وشرفت بوجودي النهارده. تناقشوا مع بعض جميع الاحزاب بمنتهى الصراحه وبمنتهى الاخلاقيات، وأنا بنصح كل طالب جامعي اللي هو يشترك في أنشطة الجامعة.